مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي عبر فيسبوك، اهلا بكم. اذا بعد تناول قضيه كندا الخطيب واعتبارها سجينه الراي في لبنان، يعني على خلاف الكلام الذي قيل اليوم وبعد كل الاتهامات وبعد كل الجلسات المحاكمه اليوم، كندا الخطيب حره والان هي بين اهاليها في محافظه عكار. حصريا لصوت بيروت انترناشونال راح نتحدث الى كندا. اول مره بنحكي معك، ولكن نحن كنا دائما عند العائله عم نتواصل لحتى نعرف وعم ننقل للناس الرسالة يلي عم بتكون ويلي وضيتيها من خارج السجن. اليوم انت حرة، تعتبري نفسك قضيتك هي قضية اليوم رأي، قضية سياسية، ام انه بهيدا الاطار وصلتي الى مرحلة كان في اي ملابسات بملفك؟ صراحة أنا أول ما تم مداهمة البيت وتم الاعتقال ما توقعت، يعني أنا توقعت ممكن لأني حاطة بوست مثل أي حدا، مثل لو صرت على التحقيق بلش يسألوا هون سكاني، كانت الصدمة إنه بلش يسألوا عن ملف. توقعت أوكي البوستات اللي كنت عم حطها، دعمي للثورة كان كتير كبير، كلامي عن الفساد كان كبير، قلت أوكي ممكن يكون طالبني حدا بدعوة. انصدمت لما رحت على التحقيقات وكان ملف هالقد كبير، يعني تم صار ذكر أسماء أي حدا عندي يمكن على تويتر على الفيسبوك، أي شخص بعرفه عادي صار مذكور بالملف، وهيدي كانت الصدمة الأكبر. قلتي لي تم سألتك شيء بخصوص الثورة، وأيضا يعني شقيقك بندر عند خروجه قالنا كمان لصوت بيروت انترناشونال إنه سئل عن تمويل الثورة أو تمويل تحركات الثورية، سئلتي أيضا عن هيدا الموضوع؟ بالتحقيق معي كتير صاروا يسألوا عن مش بس عن هيدا الموضوع، سألوا كتير، بس أكتر شيء شددوا على الملف اللي نعمل فيني، بس طبيعي يعني نسأل كتير عن الثورة. احنا ما بدنا نأخرك أكتر، ولكن سؤال أخير لو سمحت، سؤال أخير، هل تعرضتي للتعذيب حتى النفسي مثلا؟ لا لو سمحت. تعذيب جسدي أكيد لا، بس أكيد كان في ضغط نفسي، هذا الضغط النفسي أي حدا بده يفوت بده يتعرض له، بس برجع وبقول مش إذا حدا انحبس يعني يوقف الشعب يوقف. الحمد لله على سلامتك كندا، ما رح نطول عليك أكثر، يعني نحن رح نتابع هذه القضية حتى ختامها مع العائلة طبعا ومع محامية كندا الخطيب، وبالتالي يعني مشاهدينا الكرام رح نحطكم بصورة كل التطورات بهيدا الملف. نهاية هذه الرسالة، كندا الخطيب إلى الحرية، وطبعا سنوافيكم بكل جديد في خصوص هذه القضية. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.